أعطينا في تحديات اليوم حضور سيد العامل وحضور عدد ديال المسؤولين وعدد ديال المنتخبين. نجاح باهر، نتمنى الله أنه نتفوقوا حتى في 11 يوم، 11 يوم اللي غتكون. نتمنى الله عز وجل تكون لها من الإيجابيات على المنطقة. لأول مرة مجلس يدير الحصيلة ويقول الحصيلة قدام الناس ويديرها في لايف مباشر نهار الخميس إن شاء الله مع 9 الليل، يقولوا ها جدرنا في هذا المجلس، كل واضح، ها اللي ما وصلنا ليش، ها اللي غنديروا مستقبلا. في إضافة إلى عدد أنشطة ثقافية سينمائية رياضية اجتماعية، يعني هذه الأيام الثقافية شاملة كاملة. الكلمة اللي قلت فيها كل ما يتعلق بالبرنامج، الموضوع اللي اخترنا ليه درس في التضامن نسبة للزلزال ديال الحوز، اللي هو فعلا درس من دروس كبيرة العالم كامل، هذا المغرب العظيم، الملكية العظيم، فكان نموذج ديال التضامن كبير جدا. شكرا.